صادقت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين على أنظمتها العامة والقانون النموذجي للأندية الرياضية طبقا للقانون رقم 039 المتعلق بالتربية البدنية، وذلك خلال الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد أمس الأحد بالمركز الوطني للرياضات مولاي رشيد بسلة. وتمت المصادقة على القانونين بإجماع الأندية 39 المشاركة في الجمع العام، وذلك من أصل 54 المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. في إطار استراتيجية ديال الجامعة من أجل حكامة جيدة ديال الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، تتنظم الجامعة الجمع العام الاستثنائي، وذلك من أجل دراسة الأنظمة الخاصة بالجامعة في كل ما يتعلق بنظام الرخص، نظام التأديب، نظام الجمع العام، فكل النظام الداخلي ديال الجامعة الملكية المغربية، وكذلك دراسة النظام النموذجي الخاص بالأندية والجمعيات الرياضية على ضوء قانون التربية 30/09. إلى ذلك، تم على هامش أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين و15 ناديا لكرة السلة على الكراسي، وذلك بهدف في تطوير هذا النوع الرياضي.